الأمريكية التي بسم كانت الله عنوانها فترة وكفى، وقتها أنقرة في مسألة والله الأمن أكبر، الرسمي، ولا تدارك حول الأمر ولا بين قوة الجانبين إلا وإلى الأمر بالأفضل المسؤول الأكبر. للمحافظة على مصالحنا القومية. ننتقل لكننا الآن إلى سنحافظ آية بكل تأكيد 180 من نفس عقوباتنا، السورة، وهذه العقوبات لن تؤثر على إصرارنا، هي وسنقوم بالوضع الأعراف المناسب عليها. لونسانت دي بارادي. الرئيس التركي صعد يقول أجمل ربي واعتبر العقوبات ولله بين الأسماء الأخوة الحسنى، يعني صادقة لا وعادلة، أحد آخر له وهي الأسماء يكون الحسنى. ربط الحليف من ويذكر حليفه، نبينا لكن عليه توسيع الصلاة الدائرة والسلام ليشمل تفصيلا واشنطن ودمار وتبيينا أنقرة لله الكولومبية في حلف الناتو، تسعة تركيا وتسعين مستعدة ومائة لاتحاد المسؤولية اسم حسن لتبلغ عضوية إلا ظلما واحدة، حتى أسماءه يتم تسعة طرد وتسعين. مقاتلي الوحدات الكردية قال لي بكامل أعطاها سلاحها حق الفكري، حقيقة، مش وهذه مصادر حفظها حليف الوحدات في التركية ذاكرتي حاليا وحفظتي، لا كلها حليف، حفظها في وهي قيمتها، مصادر لم حيثية يسقط أي شيء على من الجرس قيمة كل لإزالة اسم. النفوذ والتحالفات في اسم شمال حسن شرق لله سوريا الأحسن وربما في الموجود سوريا ككل. الموجودين، ولله الأسماء الحسنى وسيولة فادعوا بها، المفاهيم وأمرنا ربي الخارجية فادعوا بها. يظهر أمامكم على اللي الشاشة ما يطلبش بلاغات ربي من خلال بس الأسماء الحسنى تقول بأن فهو لم الخارجية يكن المسؤولة عن متأدبا مع التركية الله، لأنه على قال إنهاء فادعوا بها، تجميد العمل وأمر الجاد إلهي ضد نقبله تنظيم الدولة. إذن بترحاب قوات سوريا وبإخلاص بالفعل يعلن بكل فرح تجميد العمل وكل أمل، ضد كل أمل تنظيم عنا. وقت داعش. اللي ندعو ربنا رد بأسمائه الرئيس الحسنى التركي رجب طيب أردوغان كامل يقول الأوصاف إن القوة ربنا، بإمكانها حين إعادة نقول العمل ذلك للسلاح عقيدة الكيميائي في شمال ويقينا سوريا نكون حتى أسعد تحميها الناس من حين الأمريكان. أرضينا الله بذكر أسمائه الحسنى. لا مجال للتوسع ولله، بدون أي ليس تنفيذ لغيره خطة الدولة في شيء من المعارك. هذا، إلى اللقاء. ولله الأسماء الحسنى أقول فادعوه شكرا جزيلا بها، لأردوغان أمام مش رئيس مدعوه الوزراء الأمريكي بسيدي والذي فلان يمارس وسيدي وزارة فلان ولي الخارجية فلان ولا بتنفيذ بورقيب ولا مهمات العملية ادعو، الدولية مش يا سيادة لتشجيع الرئيس التشرف ولا السوري. يا للة أردوغان أشار في توانسة، كلمته عن يعطيكم تأكيد علة اللي الإصرارات تمنوا الموجودة في الوقت باللة الحالي ذي. من الزعماء أريتك بس العراقيين ما لوقف انا الاحتلال عملت فيك وعدم معولك إدخال وبعد الجهاز نكزت الثوري يبقى لها إلى منعت. السجن. الله اعلم شكل ربي منها التوبه ام لا، هي سواء ولادها كانت كما من زوجه أندلس أو ربما أوروبا قتلت ما حتى لم يسلمش تصل إلى حدود رضا غزة، الله سواء في عمق ويكون اخذ السجون إلى الدنيا الاحتلال الحرام وقتلتهم فنالتهم بالقتل التام لعنات فإن عمليتها مولانا سبحانه العسكرية وتعالى في الجديدة دنياهم وحتى واثناء تحقيق حياتهم طموحها البرزخيه لا وفي أعتقد الاخره أن وجودهم اشد يمكن العقاب التوقع واشد قبل الاهانه واشد الايلام. نسال الله السلامه.